لما يكون في عندي لكتشر او ندوه بصيروا يعني بعد اي ايفنت بيجوا بدهم يتصوروا معي، فبشوف خاصه الصبايا حتى رفقاتي صبايا بيجوا بيوقفوا على الشمال، انه طب ليه ما بتوقفي هون؟ قال لي لا دكتور انا من ميله الشمال احلى، وكذا وحده مفكره انه هي بس من ميله الشمال احلى، هو بالحقيقه البشر من ميلة الشمال أحلى. في دراسة عملت بـ2012 جامعة ويك فورست لقوا أنه الناس لما تشوفنا من ميلة الشمال بتحسنا أحلى. بتفوت على المتاحف بتلاقي صور ولوحات الأمراء والملوك القدماء معظمهم واقفين ميلة الشمال. صرت فتش ويك ودق إليه، تذكرت أنه أنا بكتابي كاتب أنه بنت بدها تبكي، أول ما عم تبلش تبكي بتلاحظ أنه بتنزل دمعة من عينها الشمال وعين اليمين بتنطر، وكتبت يبدو انه لانه القلب على الشمال فالعواطف اغزر من ميلة الشمال. هول الباحثين نتيجة بحثهم طلعت هيك انه يمكن ميلة الشمال تظهر عواطف اكثر.